السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سعيدة بلقياكم متابعي قناة زينب المغير. اليوم إن شاء الله بإذن الله وقوتي قد نعطيكم بعض الاقتراحات. كانوا عليهم طلبات كثيرة من طرف الأخوات اللي بقوا اقتراحات لمائدة العيد، إفطار ديال العيد. غادي نقدم لكم بعض الاقتراحات وكنتمنى إن شاء الله أنكم تروحكم فتبعوا معي المقادير وطريقة الطهي. بالنسبه للرغيفات المقليين كانوا عليهم طلبات كثيره وخاص بقليل، حضرت يعني العديد من الانواع ديال الرغيفه. هذه غادي نقدموها بواحد الشكل اللي هو مختلف تماما، حتى المذاق ديالو تيجي رائع جدا. غادي نحتاج لها 500 غرام ديال الدقيق الابيض، نصف كيس من خميره الحلويات، هنا عندي 8 غرام، غادي ناخذ فقط 4 غرام. عندي الحليب البارد اللي خلطته مع الماء، يعني القياس باش غادي نجمع العجينه كتاخذوا الحليب كتخلطوه مع شويه الماء، مثلا كديروا نص كاس حليب ونص كاس ماء. عندي حبه ديال البيض، عندي هنايا مجموع معالق ديال ماء زهر، عندي هنايا واحد كاس ديال العنبه ما يعادل واحد 120 غرام ديال اما كاوكاو مطحون مع الزنجلان او لوز مطحون مع الزنجلان. كنأكد انهم خاصهم غير يتصهدوا في الفران شويه، يطحنوا مزيان ويتغربلوا، ضروري ما يتغربلوش ما يقطعش من العجينه. عندي هنايا معلقه صغيره ديال النافع البلدي، وهنايا جوج معالق ديال الزبده بحراره الغرفه. ندوزو على بركه الله طريقه التحضير. وهنا كما كتلاحظوا معايا رانا عامله واحد القبيصه ديال الملح مع الدقيق. تناخذوا الطحين تنضيفوا ليه الزنجلان، انا عندي هنا الزنجلان واللوز، نتوما ديروا الزنجلان وكاوكاو، يعني اللي بغيتوا ديروا الزنجلان بوحديتو ديروه، غير الزنجلان ما يكونش نهائيا محمر، يعني غير تصهد يعني غير سخون شويه بس هنا نطحنوه، لان اذا كان الزنجلان محمر تيبان لينا تيتحرق لينا ملي تنبدا نقلوه في الرغيفه تيتحرق. لهذا تنقول لكم غير تصهد شويه فقط. تنضيف ديك المعلقه ديال النافع، غادي نخلط بسم الله هاد المكونات. غادي نضيف الزبده وما زهر وديك الحبه ديال البيضه. غادي نضيف دابا حتى داك نص كيس ديال خميره الحلويات. اللي مبغاش يدير خميره الحلويات كياخذ راس المعلقه، ما هزت لي راس المعلقه، يعني شويه ديال الخميره معجونه وتيخلطها شويه مع الحليب. ندخل جوج معالق ديال الزبده، اي نوع ديال الزبده، ماشي شي حاجه يعني تلتزموا بها، هي موجوده عندكم. جوج معالق ديال الزهر، انا عندي هنا تشوفوا مزيد، عندي الروح ديال الزهر خلطت مع الماء. غادي نضيف ديك الحبه ديال البيض، ضفت الحبه ديال البيض، غادي نبدا على بركه الله نجمع العجين ديالي. العجينه كتكون عاديه ما مرخوفه، ما قاصحه بين وبين. ما كنضيفو الحليب ونجمعو ديما الحليب بشويه بشويه، كنضيفو الحليب شويه باش ما نجريوش العجينه. نديكو بحال هكا نجمعو شويه، نضيفو عاوتاني الحليب، وحنا ديما كنديكو باش ما نطلقوش العجينه تجينا مطلوقه بزاف. من الحليب تنضيفوها هكا غير غير يجيكم هكا وضيفو. هنا كما كتلاحظوا معايا اخواتي جمعتها في الحليب والماء، تقريبا كيف ما كتلاحظوا هزات ليا واحد 200 مليلتر ديال الماء والحليب، غتكون 200 مليلتر. هذه العجينه كتكون يعني ملي كندلكوها كيف ما كتلاحظوا كتكون لينه، ما خفيفه ما قاصحه. هنا كنحاول نشكلوا منهم كريات صغيره مستعانه بشويه ديال الزيت. هنا بالاستعانة بشويه ديال الزيت كنحاول نطلقوا كل كره، خليوها ترتاح واحد شويه باش ما تعذبكمش هكا الطليق. كتطلقوها وكتورقوها مزيان، ضروري ما تورق مزيان، ورقوها. ملي ورقتوهاش ما غاديش تجيكم مزيانه في القلي. صافي هنا كنشكلها على شكل مربع عادي. بسم الله، بغيت تدور على شكل المثلث، سبق لي وحضرتها معاكم، ديروا في الشكل اللي عجبكم. ديما تسبقوا هاد الرغيفه البلديه ما كاين ما احسن منها. غادي نخليها ترتاح. بالنسبه للاخوات اللي بغاو يحتفظوا بهم في المجمد مثلا، بغاو يعجنوا بحال اليوم يطلقوهم بحال هكا، يشكلوهم مربعات، يطلقوهم شويه بيديهم بهذا الشكل هذا كيف ما درت انايا. كيطلقوهم شويه كيستفون في واحد كياخذ واحد البلاطو تيعملوا فيه واحد البلاستيك غذائي، تيستفوا من الرغيفات ديالهم كيغطيوهم كيدخلوهم المجمد حتى كيقبضوا راسهم مزيان،
من بعد كنجبدوهم كنديرهم في واحد البلاستيك غذائي وكنخويها في علبه ونخليهم في المجمد الوقت اللي بغيناهم مباشره. كنأكد من المقله من المجمد للزيت ما تيخفوش ما تيطلقوش، مجرد ما تنجبدوهم من المجمد تنقيوهم مباشره في الزيت اللي كتكون سخونه. هنا كنديروا الزيت كتسخن اخواتي وكندعوا على بركه الله. نقليو الرغيفه ديالنا، حاولوا تدسوها واحد شويه، كناخذ شويه ديال الزيت هكا تبقى نخو عليها باش تنفخ. غير كنزوها من المقله تنديروا ليها العسل. نحطو مع البان لان وضعيه كيتحمر. هنا كما قلت مباشره تنديروا عليه العسل. انايا ما بغيتش العسل بزاف، نورمالمون ما كيطفو في العسل، لكن انا غادي ندير العسل غير من الفوق. لكن ما كتلاحظوا معايا اخواتي كاي مائده مغربيه كنلقاو الحلوه الحلويات كلهم سبق لي وحضرت معكم، هذوك الانواع اللي كتلاحظوا معايا في البلاطو كلهم سبق لي وحضرتهم معكم. عندنا كذلك مسمن مغربي، غادي نخلي لكم الرابط ديال الفيديو في صندوق الوصف باش تعرفوا على الطريقه، وكذلك البغرير حتى هو حضرته معكم. هذيك الكيكه حضرتها معكم خليتها لكم في القناه، هي الكيك مربى بالبرتقال تجي رائعه جدا هذيك الكيكه. وصراحه الله انا كنفضل هذه الانواع ديال الكيك، خصوصا كتعرفوا ان العيد كيكونوا الزيارات كثار، يعني حاجه فيها الشوكولات ولا هذا كتكون شويه سونسيبل، يعني يستحسن يكون كيك عادي خفيف. عندي كذلك هنايا كيف ما كتلاحظوا الرغيفه كتجي مقرمشه ومنسمه بواحد الطريقه رائعه ورائعه جدا. طبيعه الحال الشاي المغربي والحليب والتمر، يعني حويجات اللي هما تقليديين وما كيخطا حتى اي مائده مغربيه نهار العيد. كنقول لكم اخواتي عواشركم مباركه مسعوده، الله يدخل عليكم بالصحه والسلامه والهنا وبكل ما تمنيتوا يا رب. وكنأكد على الصحه هي كل شيء، هي راس المال كل واحد، الله يصحيحتكم. ونقول لكم اخواتي كما قلت عواشركم مباركه مسعوده، الى حلقه قبيله بحول الله.